ورغم نجومية صالح سليم لم ترحمه الصحافة ولا الشائعات، وكانت شائعة انتقاله لنادي الترسانة هي الأكبر في تاريخه، كانت صدمة لجماهير الكرة المصرية. بعد ما فاز الأهلي بكأس مصر وفي صيف 66 كان صالح مسافر رايح اليونان، وفجأة خرجت جريدة الجمهورية بموضوع مثير للغاية ومنشط مثير في لغة الصحافة: صالح سليم في الترسانة. طبعا مصر اتقلبت، الدنيا اتقلبت، معقولة صالح سليم هيروح الترسانة؟ صحفي الرياضي في الجمهورية قادر الطحاوي قعد مع عضو في النادي اسمه مختار صبري، فمختار صبري راجل عضو بيتكلم في الكورة براحته، قال الحقيقة صالح لو كان هيمشي من هنا أحسن مكان يروح الترسانة. أخونا قادر الطحاوي عليه رحمة الله سمع الكلمة صدقها، لعبت في دماغه وراح لنصف سليم، الاثنين ما صدقوا، طلعت الجمهورية بمنشطة صالح سليم ينتقل إلى الترسانة، انفجرت الشارع الرياضي كله، وعملوا قصة وصاغوا حكايات واستضافوا وسألوا نجوم في الترسانة اللي رحبوا بالتعاقد مع صالح سليم، وكأن القصة خلاص بقت حقيقة. الشاذلي قال ده أمنية حياة، ده أنا كنت أتمنى أن ألعب في الأهلي عشان ألعب جنب صالح سليم، فما بالك يا صالح سليم يجي نادي الترسانة. طبعا غضب وصار جدا الكابتن عبد المجيد نعمان في أخبار اليوم، لأنه عارف مدى عشق صالح سليم للنادي الاهلي، فاضطر الاستاذ عبد المجيد نعمان الراقد العظيم الله يرحمه ان يتصل بيه في اليونان، فقال له يا صالح ايه اللي حصل؟ الراجل نفق خالص ان يكون الكلام ده خطر على باله. عبد المجيد نعمان سجل المكالمه اللي بينه وبين صالح سليم في نفي هذه الشائعه الغريبه جدا وقتها، واعلن انه سيذيع المكالمه في اروقه النادي الاهلي، وفعلا عمل كده. على الفور تلقف طبعا الاعلام الكبير حمدي انديل في برنامجه التلفزيوني في المساء أنباء وأراء، وزاع النص التسجيلي اللي سجله عبد المجيد نعمان مع صالح سليم من اليونان على أنه الأهلي والأهلي فقط، ولا يمكن أن انتقل للترسانة أو لغيره، وبقى مندهش جدا صالح سليم من فكرة أنه إشاعة تتكتب عنه وقصة تتعمل وينقلوه للترسانة وهو آخر من يعلم. جاءت حرب 67، فكان الاعتزال ظرف تاريخي، الرياضة كلها توقفت والكرة كلها توقفت، الجيل كامل بحاله بطل كرة قدم، وعلى رأسهم صالح سليم. ولم تبخل الدولة المصرية عن صالح بالتكريم، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكان ده تقدير وعرفان لمسيرة واحد من ألمع وأهم نجوم كرة القدم في تاريخ. كان تكريما مستحقا لمسيرة طويلة للمايسترو صالح سليم، مسيرة ساهم فيها النجم الكبير في فوز الأهلي ب 22 لقبا، منها 11 بطولة للدوري العام وثمانية ألقاب لبطولة كأس مصر، وبطولتان لدوري القاهرة وكأس الجمهورية العربية المتحدة، سجل خلالها ما يقرب من 100 هدف، ولا زال يحمل الرقم القياسي للهداف في مباراة واحدة بالدوري برصيد 7 أهداف أحرزها في مرمى الإسماعيلي. ومع منتخب مصر بدأ مشواره الدولي أمام المنتخب التركي عام 1950 في دورة البحر المتوسط، وقاد المنتخب عام 1958 للفوز على ألمانيا بطل كأس العالم عام 1954، والفوز بكأس أمم إفريقيا عام 1959، ومثل مصر في دورة روما الأولمبية عام 1960، كما لعب للمنتخب العسكري في عدة بطولات دولية. انتهى مشوار طويل للاعب استثنائي، لكن مشوار صالح سليم مع الرياضة المصرية لم ينتهي.